السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتنا وقناتكم البسيطة المتواضعة إلا باد. النهاردة حابين نتكلم في حاجة جديدة وحاجة بصراحة من الحاجات اللي أنا شفتها في المغرب وفعلا يعني عارفين دخلت قلبي، يعني أي واحد يقولك في عرس مغربي أتمنى إن أروحه الصراحة. العرس المغربي من أحسن وأفضل الأعراس اللي حضرتها على مستوى المجتمعات العربية، فعلا في كل الطقوس اللي ممكن تشوفها في حياتك والحاجات غريبة تشوفها، ولكن تحس ان تاريخ المملكة المغربية بيدوز قدامك ويعدي قدامك في فرح في عرس في شكل جميل بشكل وطريقة واسلوب جميل جدا بينم عن ثقافة وتاريخ وعراقة لهذه الأعراف ولهذه التفاصيل البسيطة اللي بيهتموا بيها في كل عرس مغربي ان هي تكون موجودة، وده دليل على الوطنية وحب التراث وان هم دايما بيحبوا يكونوا موجودين في قدام العالم ويظهروا بصورة كويسة قدام العالم ويظهروا قد ايه مملكتهم وقد ايه بلدهم دي غالية عليهم وقد ايه بيخلوا التراث حاضر في كل مكان، حتى في ليلة الزفاف العروسة بيكون حاضر هذا التراث وهذا التاريخ الأبدي الذي ينسب إليهم والذي يتعلم منهم حتى الآن كل الغرب. يعني كل الناس بتتعلم من المغرب الصراحة في, 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 في طريقة التعامل بتاعتها، في طريقة التعامل في الأعراس ديالها، في حتى في الأحزان. والله فعلا عندهم حاجات تدرس فعلا. واحد بيشوفني لأول مرة هقول له أنا مصري عايش في المغرب وأتمنى أن أنت تكون تنضم لأسرتنا الغالية. إحنا دابا وصلنا 35,000 أخ وأخت على هذه القناة، أتمنى أن كل واحد ينضم لينا جديد نرحب به، وأتمنى أن كل واحد عنده فكرة جديدة عنده حاجة جديدة عنده إضافة عنده نقد لي أنا شخصيا يتواصل معايا دايركت من خلال الإنستجرام اللي هحطه على الشاشة دلوقتي. ده الانستجرام، يبعت لي اي رسالة دايركت هرد عليها. اي واحد عنده استفسار عنده تفاصيل عاوز يعمل اي حاجة عاوز يسألني في اي حاجة عاوز يعرضني على فرح اروح عنده اهلا وسهلا. اتمنى ان اروح احضر فرح او عرس في الصحراء في جلميم في الجرجرات في العيون في الدخلة، اتمنى بجد فعلا نفسي احضر. يعني حضرت اعراس كتير في المغرب في فاس في مدينة مكناس في الشمال في طنجة في تطوان، ولكن لم يحالفني الحظ حتى هذه اللحظة بحضور أي عرس صحراوي أي عرس أمازيغي أي عرس من الأعراس اللي أتمنى 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 وجودي فيها وسام وشرف ليا والله. طبعا هنتكلم باختصار شديد عن موضوع العرس المغربي وهحكي لكم عن موقف طريف أنا شخصيا اتعرضت له في العرس ديالي لما كنت بعمله في مدينة مكناس الجميلة والغالية. ده بقى أول حاجة لازم تتفق مع حاجة، بعد ما تتفق على القاعة في قاعة بتبقى بالكراسة ديالها والطبالي وفي قاعة بدون، وده موجود في كل العالم يعني تقريبا، ولكن هم عندهم حاجة اسمها التريتور ده اللي هو مسؤول عن الطبالي والكراسي والسيرفيس كامل في الفرح او في العرس، بيبقى مسؤول عن السيرفيس كامل بالنسبة للناس يعني المعازيم وكده. اما الطباخ بوحده انت بتجيب له الحاجة ديالك او حسب اتفاقك معاه هو بيشتري الحاجة، المهم انت بتتفق مع طباخ وبتتفق مع سيرفيس، وفي ناس بتبقى عندها التريتور عنده الطباخ وعنده كل شيء تمام. خش بقى على الحاجة التانية وهي النجافة، والنجافة دي هي المسؤولة عن لباس المرأة لباس العروسة في الفرح. النجافة هي المسؤولة عن هذا اللباس، واللباس ده بيبقى متعدد، يعني بيبقى بيلبسه تقريبا في ناس بتلبس 5 لبسات في ناس بتلبس 7 لبسات اعتقد في اكتر من كده او لا، قولولي في التعليقات صلحولي وعرفوني. في اللبسة الفاسية في اللبسة الطنجاوية في اللبسة الشمالية في اللبسة التطوانية في اللبسة الصحراوية اللبسة الأمازيغية اللبسة المكناسية، كل مكان وكل مدينة ليها زي خاص بيها وليها
طقوس خاصه بيها في اللبس، في العقد، في التاج، في الحجاب، في طريقه التطريز دي للتقشيطه زي ما بيقولوا عليها التقشيطه. ده بالنسبه للمراه. الراجل بيلبس جبادوره، والجبادوره دي عباره عن حاجه مطروزه زي اللي انا لابسها دي، ولكن بتبقى قطعتين وفوقيهم يعني بتبقى قطعه فوق وقطعه تحت، وتقريبا فوقيهم حاجه كده خفيفه بحال الشال، بتلبسه كامل خفيف. ولكن حاجة هجيب لكم الصور بتاعتها، الجبادورة والتقشيطة. الجبادورة هي دابة اللي انتوا شايفينه معانا، الجبادورة اللي انا بشاور عليها دلوقتي هذه خاصة بالرجال، اما هذه هي التقشيطة. والتقشيطة دي بتبقى حسب كل لبسة وحسب كل مدينة بوحدها. بالمناسبة الموقف الطريف اللي حصل معايا، ان لما زوجتي قالت لي انا هلبس مثلا، تقريبا كان ساعتها 6 لبسات أو 7 لبسات اعتقد، 7 الوان مختلفة و7 اشكال مختلفة لتقشيطات مختلفة، كل لبس ليه طريقة معينة وليه زي معين، قلت طيب انا هلبس الزي المغربي في لبسة معينة معاها، والبدلة بتاعتي في لبسة اخرى، طب ادي لبستين، طب وبقيت الـ 6 لبسات هعمل فيهم ايه؟ اظهر بنفس الصور يعني؟ طبعا انت عارف في صور وفي بتاع، فقلت الواحد عايز يغير، فاعمل ايه؟ قلت لها قولي لي ايه الالوان بتاعة الفساتين او التقشيطة اللي انت هتلبسيها. قالت لي الالوان، بقيت انا اجيب البيبيون، كنت لابس بيبيون، بقيت اجيب البيبيون حسب الايه، حسب اللبسة ديال، حسب اللون بتاع اللبسة ديالها، بحيث ان انا افضل بنفس البدلة واغير بس البيبيون. وقدرت يعني الحمد لله الصور تبقى مختلفة شوية، ما يبقاش كله بنفس اللبس، كله بنفس الصورة، كله بنفس الشكل. ولكن اكتر حاجة عجبتني الصراحة في يعني اكتر حاجة عجبتني في الموضوع طريقة تقديم المكلة. طريقة تقديم، اول حاجة بتخش لك، طبعا احنا عندنا الافراح في مصر ممكن تلاقي واحد مثلا اوبن بوفيه، كله بينتش من بعضه، وده بياخد من ده، كله بيمشي طبعا حسب كاين الافراح الهاي كلاس، كاين المتوسطه، ولكن انا كلامي كله يكون على الطبقه العاديه او المتوسطه عندنا يعني، او الايه اللي هي ايه المتوسطه او الفوق المتوسطه شويه، انما الطبقه الهاي كلاس طبعا انا الله طبعا هنا وهنا بيبقوا مختلفين تماما عن الكلام ده. ولكن طريقه المكله بقى، اول حاجه بيقدم لك التاي اللي هو الشاي مع جاتوس، يعني حاجات زي البسكوت كده غريبه، حاجات بالمصري يعني، حاجات زي الجاتو، وبتبتدي تشربها. بعد كده شويه بتقوم طبعا اغاني ورقص ومش عارف ايه والكلام ده، بشكل يليق بشكل شعبي، بشكل كاين في حاجه طبعا شفتها في الاعراس دي للشمال، كيكون الرجال بوحدهم، النساء بوحدهم، دي حاجة جميلة جدا من ضمن الحاجات اللي شفتها في الشمال في الأعراس ديالهم، دايما فاصلين الرجال على النساء. تالت حاجة بعد ما بعد الأتاي يبدأوا بقى ينزلوا لك بالمكلة. المكلة دي بقى ليها طريقة، أول حاجة حسب كل واحد، في ناس بتعمل بسطيلة، في ناس بتعمل دجاج محمر، في ناس بتعمل، ولكن لازم يكون صنف واثنين وثلاثة غير الفاكهة وغير التاني شاي بعد ما تخلص، يعني بصراحة طول الفرح بيبقى قاعدين مدينك، خد الأول ينزلوا لك الدجاج مثلا محمر، دجاج محمر بالمرقة، وحاجة رهيبة، حاجة طعم رهيب من ضمن الحاجات اللي بعشقها في المغرب. بعد كده ينزلوا لك لحم بالبرقوق، اللحم بيبقى معمول بطريقة رهيبة بالبرقوق، حاجة خيال بصراحة، من حاجات الخيال برضو. بعد كده ينزلوا لك بفاكهة، بعد كده ممكن تلاقيهم نازلين ببسطيلة ديال الحوت أو بسطيلة ديال الدجاج، يعني بصراحة ما شاء الله تبارك الله العرس المغربي بجد بيجمع كل شيء، بيجمع كل شيء العرس المغربي. أول حاجة بتحس فيه روح غريبة، في روح غريبة، روح عارف انت لما تكون حاجة قديمة ولكن عاملها في عصر جديد، يعني بتعمل حاجة أو تراث قديم ولكن في عصور جديدة، يعني العصر الجديد. موضوع بقى النجافة ده بتبقى مسؤولة كمان عن حاجة اسمها العمارية. العمارية دي حاجة زي اللي ظهرت قدامكم في الصورة دي، بتقعد فيها العروسة وبيقعد فيها العريس، وبيتشالوا وبيتلفوا بيهم القاعة وبترقص بيهم، حاجة في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، حاجة تراث، حاجة الصراحة يعني
حاجة فعلا. انا في فرحي طبعا ما رضيتش، قلت انا تقيل، ونعرف كنت بشوف على فيديوهات على اليوتيوب وعلى التيك توك ان ناس بتقع وناس مش عارف ايه ويحصل موقف غريب، وقلت لا يا عم خليك انت في السليم انا تقيل. وبعدين الناس اللي كانوا في الفرح بيشيلوا العريس والعروسة كانوا ضعاف شوية، فقلت لهم لا بلاش، قعدوا يتحلوا علي يا عم ما تقلقش. قلت لهم لا صراحة انا قلقان وبلاش، خلونا انا ايه براحتي. انما العروسة لفوا بيها وشالوها، يعني بصراحة كان يوم جميل. والاعراس المغربية يعني فيها مش عارف اقول لك، يعني مش عارف اديك الاحساس، لان انا حضرت يعني حسيت ولمست حاجة كده مش يعني ما بتبقاش موجودة، ما فيش بهرجة، ما فيش دنيا، ما فيش، ولكن في نفس الوقت في تراث، في تحس ان الموضوع الناس، كل الناس اللي موجودة في الفرح كله اللي لابس تقشيطة، اللي لابس، كله بيفتخر بزي بلاده، كله بيفتخر بالزي المغربي، كله بيبقى يعني حاجة في منتهى الروعة الصراحة، بيبقى شكل رائع. يعني العرس بيمكون تابلو، تشوف التصاور، تشوف الصور في الأعراس، التقشيطة والحاجات اللي لابسينها والزي اللي ملبوس، وناس تخش ترقص رقصات بحال عندنا مثلا. احنا عندنا بنقول ايه، عندنا مثلا الرجل اللي بيلف بالبتاع على راسه، دي برضو بتتعمل في الافراح، مش بيعمل بالنار، عندهم برضو نفس الحركات دي، بتتعمل بالنار، بيتعمل بالقتاي، واحد يدور بشكل معين، يعمل بالصينية حاجة معينة. بصراحة العرس المغربي يا جماعة من الحاجات اللي اكتر حاجة عجبتني في المغرب، يعني اللي اكتر حاجة عجبتني العادات والتقاليد فيها، يعني انتوا فاهمين. حتى والله في الاحزان، يعني في الاحزان برضو تروح تلاقي المجلس وتلاقي الدنيا وتلاقي الطريقة والاسلوب. بجد انا شفت حاجات هنا ما شفتهاش في اماكن كتير، وقليل تلاقيها، لان قليل اللي بيحتفظ. كل الناس دلوقتي بتمشي او يعني بتبقى تابعة للتمدن والتحضر، هم تابعين التمدن والتحضر، ولكن الثقافة بتاعتهم والتاريخهم والزي ديالهم باقي معاهم، بياخدوه معاهم للعصور المتقدمة. انت عارف لما تاخد تاريخك لعصر متقدم، زي كده لما تروح ماتش كورة تلاقي واحد مثلا لابس لك مثلا بيشجع مصر، لابس رأس مثلا نيفرتيتي، ولا عمل ولا لابس لبس هنا عليها الفراعنة. كان خصنا والله، كان خصنا فعلا الحاجات دي تكون في اعراسنا كمان، انك تبقى ليك زي معين، او ان انت تبقى مرتبط بحاجة معينة، او ان انت تبقى مرتبط بتراث وتاريخ بتاعك وتاخده معاك للعصور الجديدة. ده قمة التحضر، صدقوني ده قمة التحضر والله. ده كان فيديو بحكي لكم فيه بس الشكل بتاع العرس المغربي، ويمكن انا نسيت حاجات كتير، ولكن متابعين الكرام ان شاء الله اي حاجة انا نسيتها يقولوها لنا في التعليقات، عشان الناس اللي بتتفرج على الفيديو تخش تقرأ التعليقات تعرف من المغاربة نفسهم ايه اللي ممكن يتعمل وايه الاختلاف. كل واحد من بطلب من كل واحد من مكان معين في المغرب او من مدينة معينة يحكي لنا تفاصيل ايه الطقوس الغريبة اللي بتبقى موجودة عنده في مدينته ما بتبقاش موجودة في مدينة اخرى، واكيد هو عارف. واي واحد هيعرضني في اي فرح ان شاء الله باذن الله في امازيغ في اي مكان، اتمنى 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 والله واكون شاكر، مش رايح عشان الاكل والله، انا رايح عشان احضر هذه الطقوس وهذه العادات وهذه التقاليد الجميلة التي افخر ان اكون موجود وهي في 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 اي مكان وفي اي مدينة في المغرب وهي بتتعمل. ده كان فيديو بسيط بيوضح باختصار شديد، لان كان احد المتابعين سألني وقول لي ايه، قال لي قول لي هو هيتجوز يعني مغربية، وقال لي احكي لي كده بسرعة تفاصيل الفرح بتبقى عاملة ازاي، وتفاصيل العرس المغربي بيبقى عامل ازاي. فانا شرحت له على الله بس ايه ما يرجعش في كلامه، ولكن صدقني والله 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 ياللي انت قلت لي وبعت لي رسالة وطلبت مني هذا الفيديو هتتجوز مغربية، ربنا يكون راضي عليك وربنا يكرمك يا رب ويصلح ما بينكو. وصدقني المغربيات والله والله مش شكرانية عشان انا متجوز مغربية، ولكن فعلا ملكات على هذه الارض وعلى هذا الكون، وكل الناس فيها الوحش والحلو. ما بقولش كل الناس حلوة وكل وما بقولش كل الناس وحشة، ولكن فعلا في المغرب هنا الحلو والزوين
طاغي على الخايب بجد. ربنا يكرمك ويكمل لك ويكمل لأي حد، وأيا كانت زوجتك أيا كانت جنسيتها ربنا يكمل لكم ويصلح ما بينكم. وده كان فيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى أنه يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنساش تشير أو تعمل بارتاج وتكتب لنا كومنتير وتعمل جيم عشان الفيديو يوصل الريتش ويوصل لأكبر عدد ممكن من متابعينا. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديوهات أخرى جديدة.